السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. أنا سادس مرة بعمل الريكورد ده، ومش هخش في تفاصيل الحاجات الغريبة اللي بتحصل يعني، تمام؟ بس آخر مرة سجلت فيها الريكورد ده كان يعني المايك كان محروق، وبعدها سجلت الريكورد ده لقيت بعد ما خلصت شرح الاستوديو كلها خلاص الاقي المايك فاصل، ومره ناس غريبه كده تقعد تتصل عليا على التليجرام وعلى الواتساب بتقول جرح فصل الريكورد خالص. انا سادس مره يعني فعلا اسجل الريكورد ده خلاص. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا كده بقى نبدا نتكلم على الاستوديو، نركز كده مع بعض علشان نشوف المنهج بتاعنا متقسم ازاي. المنهج بتاعنا متقسم، انا المفروض ان انا كنت مقسم الريكوردات بتاعت البارا 8 ريكوردات بس، خلاص كده انا خليتهم 4. في كل ريكورد هيبقى مطلوب منك ان انت تعرف نوع معين من انواع البارازايتس، يعني مثلا جمعنا التريماتودز خلاص اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الفاشيولا وهتروفيوس هتروفيوس والجزء اللي هو بتاع الشيستوسوما، المفروض ان هم اضغطوهم كده مع بعض كده في ريكورد واحد، يبقى كده الريكورد بتاع التريماتود، تمام كده. انا هتكلم دلوقتي على النوع الثاني من انواع الديدان، السيستودا، هتكلم عليها برضو في ريكورد واحد. بعد كده هتكلم لكم على النيماتودا في ريكورد واحد، يبقى كده في 3 ريكوردات. بعد كده باذن الله كده الجزء اللي هو بتاع البروتوزوا اللي هو اسهلهم هيبقى في ريكورد واحد. الجزء الاخير بقى اللي هو بتاع اللي هو الارثروبودز، ده جزء عبيط وسهل، تمام كده. نكرر كلامنا خلاص، انت مطلوب منك ان انت في البارة يا ابني ما تحفظش خلاص، يعني انت في البارة انت بتفهم الدودة زي ما فهمتك في الريكوردات قبل كده، عايشة فين يبقى اسمه الهابيتيت، وعلى أساس عايشة فين هتعرف الدايجنوستيك ستيج بيطلع ازاي، والدايجنوستيك ستيج ده بيروح يدخل فين، هيخش في الانترميديت هوست، والحاجة اللي بتطلع من آخر انترميديت هوست وبتعد الإنسان هي الانفكتيف ستيج، تمام كده. اسم المرض بتجيبه من اسم الدودة أو من اسم الطفيل، فالموضوع سهل وبسيط. يعني عندك مثلا يعني المنهج بتاع البارا 60 ورقه، ال 15 ورقه اللي دولت هتلاقي مثلا في الاربع ريكوردات في كل ورقه انت هتلاقي نفسك بتذاكر كلمه او كلمتين، ولو فاهم مش هتذاكر اصلا، تمام كده. طيب تعالوا ما نفهم بقى ونبدا نتكلم على الجزء اللي هو بتاع السيستودز خلاص. بدايه كده علشان الهرج والمرج اللي بيحصل على الجروب، انت المفروض ان انت مطلوب منك يوم الخميس امتحان عملي. الامتحان العملي ده مطلوب منك سلايدز او سبوتس بيجي لك 5. كل اللي مطلوب منك، كل اللي مطلوب منك ما تقعدوش يعني الشخص اللي بيقعد يصوت لي على الجروب ده يسكت خلاص، يعني يسكت خلاص. انت اللي مطلوب منك ان انت تحفظ السلايدز وتحفظ الكلمتين اللي مكتوبين على السلايدز، انت ما انتش مطلوب منك نظري في الجزء بتاع العملي، تمام كده. طيب النظري ذات نفسه، النظري ذات نفسه سهل خلاص، انا باخد وقت في شرحه، لكن لما اجي اراجعه هراجعه من الجداول، تمام كده. زي ما هنيجي ان شاء الله كده بعد ما نخلص هنيجي نبص على الجدول، هنلاقي الجدول عبيط وسهل، البارة ديت على بعضها تعرف تذاكرها ايام الامتحانات، تمام كده. فانا هحاول ان انا اجمع لك الجزء بتاع السيستودز النهارده، تمام كده. طيب نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ماشي. طيب قبل ما بتكلم على الجزء بتاع السيستودز، انا عايزك تكون عارف ان السيستودز ديت هي الديدان الشريطيه. الديدان الشريطيه من اسمها كده يبقى هيبقى هنقول عليها بالانجليزي تاب وورمز. تاب وورمز، تعالى كده اما اقول لك الخلاصه بتاعة التاب وورمز اللي المفروض ان احنا هناخد فيها خلاص، هنركز فيها على 4 حاجات، تمام كده. تينيا ساجيناتا، تينيا سوليام،
هيمين ولبس نانا، مش هنركز على الهيمين ولبس دايمينيوتا والدوده بتاعت الكلب اللي هي اسمها الايكونوكوكس جرانيولوزز اللي جسمها عباره عن 3 حتت، تم كده اللي بتعمل مرض كده بنسميه اللي هو الهايداتيد سيستيب. انا كده في كل سيستودز هتلاقي متجمعين كده مع بعض كده في جدول، هم 4 حاجات بس اللي انت هتذاكرهم. تعالوا كده اما اشبك لكم الدنيا بقى كلها في بعض واجمع لكم الدنيا كده كلها في بعض، مع اني انا ممكن اخش على شرح المنهج على طول خلاص، لكن خلونا كده اما نجمع وربنا كده ايه يعني يبقى معانا. بصوا يا جماعه، الفكره كلها انا هبدا اتكلم بقى دلوقتي على شويه ديدان. خلاص، الديدان ديت احنا بنسميها الديدان الشريطيه. الديدان الشريطيه او اللي احنا هنقول عليها كده بالانجليزي اللي هي التاب وورمز. تعالوا كده بقى بنشوف السيستودز او التاب وورمز ديت انا ليه قلت عليهم ديدان شريطيه. تعالوا كده اما ناخد ما يميز الديدان دي. تمام، بص يا سيدي، بسم الله كده، انا عندي الديدان الشريطيه كلها هتلاقيها بتتكون من 3 حتت. الحته الاولانيه دي هنسميها الهيد. الكلمه اللاتيني بتاعت هيد حاجه اسمها سكوليكس. سكوليكس خلاص، يبقى خلينا في هيد علشان تبقى ايه سهله كده وبسيطه. تمام، يبقى الدوده بتتكون من رقم 1 الهيد، بعد كده النك اللي هي الرقبه. خلاص، طيب بعد الرقبه بيبدا يطلع من النك دي الاجزاء بتاعت الدوده اللي احنا هنسميها السيجمنتس، او لو حد بقى يرخم عليكم هيسميها البروجلوتيدز. لو انت جيت بقى بصيت على السيجمنتس دي هتلاقيها متقسمه، يعني سيجمنتد، يعني تيجي تبص لها كده هتلاقي شكلها كده عامل زي الشريط. تمام كده، طيب السيجمنتس دي خلاص بتختلف عن بعض بقى في ايه؟ اول حتت جنب النك، يعني بصوا كده الجزء ده كله هنسميه سيجمنتس. خلاص، قطع او هنقول عليها بروجلوتيدز. طيب تعالوا كده بقى اما نشوف انواع السيجمنتس دي. انا عندي الحته اللي بتبقى جنب النك بتبقى اماتيور، اماتيور سيجمنت. تمام كده، اماتيور سيجمنت، طبعا انا مختصر الكلمه اماتيور، انتوا عارفين بتتكتب ازاي. تمام، يعني معناها عباره كده عن قطعه الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه التي توجد داخل القطعه دي غير مكتمله التركيب، وعلشان كده احنا بنسميها القطع الغير ناضجه. تمام كده، طيب نخش بعدها بتلاقي في المنطقه اللي بعدها بدل اماتيور بقى هتلاقي موجود فيه عندك الماتيور سيجمنتس، يعني القطع التي تحتوي على الجينيتال اورجانز او الاعضاء التناسليه مكتمله التركيب. تمام كده، يعني ناضجه. يبقى في عندي قطع كده بتبقى اماتيور ووراها على طول القطع بتاعت الماتيور. تمام كده، طيب القطع الماتيور بتحتوي على الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه، يعني ده معناه ان الديدان ديت بتبقى هيرمافرودايت. ومعنى كلمه هيرمافرودايت معناها ديدان مخنثه، يعني تحمل الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه. خلاص كده، طيب الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه هتلقح بعض، فلما تلقح بعض يبدا يتكون عندي البيض في اخر جزء من اجزاء السيجمنتس. تمام كده، الجزء ده هو هنقول عليه جرافيد. معنى كلمه جرافيد سيجمنتس معناها القطع الحامله. يعني ايه كلمه قطع حامله؟ يعني قطع حامله للبيض. يبقى انا كده السيجمنتس قسمتها الى
ثلاثة سيجمنت أو ثلاث أنواع موجودين ورا بعض. الماتيور ذات الأعضاء التناسلية غير ناضجة، الماتيور الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية ناضجة. الجرافيت سيجمنتس تمام كده، ديت اللي هي القطع التي تم تلقيح الجهاز الذكري، الجهاز الأنثوي بالجهاز الذكري وتم تكوين البيض. يا ربي مش هفهم من التليفونات دي. يبقى بصوا بقى كده يا جماعة، أنا كده قسمت الجسم بتاع الدودة لثلاث مناطق، هيد ونك وسيجمنتس، وعرفت كل سيجمنت بتبقى الفرق ما بينها وما بين السيجمنت اللي بعدها عبارة عن إيه. تعالوا كده بقى ما نشوف الديدان ديت بتبقى عايشة فين. بص يا سيدي، الديدان دي كل الديدان اللي هنتكلم عليها بالإجماع بتبقى عايشة في السمول انتستين. خلاص، وانا طبعا المفروض ان انا فهمتك ديدان عايشه في السمول انتستين، يبقى الدايجنوستيك ستيج بتاعها هيطلع مع فين؟ مع الاستول. طيب تعالى كده اما نتكلم، الديدان ديت بتعيش في السمول انتستين. الديدان ديت ممكن يوصل طولها ل 10 متر، انت متخيل طولها بيوصل ل 10 متر. طيب بتثبت نفسها في السمول انتستين ازاي؟ قال لك المنطقه بتاعت الراس بتاعتها بتحتوي على حاجه كده بنسميها السكرز، عددها بيبقى 4 تمام كده. يبقى اذا في المنطقه بتاعت الراس بيبقى موجود في عندي 4 سكرز تمام كده، 4 سكرز يعني 4 ممصات تمام كده. الممصات ديت بتثبت نفسها بالسمول انتستين بيها تمام كده. طيب هنبدأ كلامنا في السيستودز على ديدان. الديدان ديت بنقول عليها الديدان الشريطية اللي بنقول عليها التينيا. التينيا ديت في عندي منها نوعين، التينيا ساجيناتا والتينيا سوليم، أو التينيا ساجيناتا الدودة الشريطية اللي بتجيلنا من البقر، والدودة الشريطية التانية اللي اسمها التينيا سوليم الدودة الشريطية اللي بتجيلنا من الخنازير، ده للناس اللي هم بياكلوا خنازير تمام كده. وعلى فكرة معلومة ليكم تمام كده، طبعا احنا عارفين ان القرآن في نص كده صريح، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خلاص الى اخر الآية، وما هو لغير الله به وهكذا تمام كده. لحم الخنزير محرم خلاص حتى في الديانات الاخرى تمام كده، يعني الديانات السماوية الثلاثة لحم الخنزير فيها متحرم. تعرف متحرم ليه؟ طيب لو حد فيكم دور كده مثلا يعني في الانجيل هيلاقي فيه نصوص خلاص، ده بالنسبه لاخواتنا المسيحيين يعني تمام، هتلاقي فيه نصوص بتحرم اكل الخنزير. ليه بتحرم اكل الخنزير؟ هتعرف دلوقتي البلاوي اللي بيعملها تمام كده. يعني مثلا تعالى كده اما نشوف الدوده اللي اسمها التينيا سوليم اللي احنا لسه هناخدها كمان شويه دلوقتي، بيبقى عليها حاجة كده بنسميها الروستيلم، يعني من فوق كده جنب السكرز تمام كده موجود في حاجة كده عاملة زي التاج، التاج ده بيبقى طالع منه خطاطيف، الخطاطيف دي بنقول عليها الهوكس تمام كده. شكلها بيبقى تحت الميكروسكوب مرعب تمام كده. قال لك الخطاطيف ديت بتزود عملية اتصال الدودة بالسمول انتستين، يعني بتخلي عملية العلاج بتاعها صعب تمام كده. أجيف وأقذر كائن على وجه الأرض هو الخنزير. التينيا سوليم دي أحد البلاوي اللي بتجيلنا منه تمام كده، وهتعرفهم كمان شوية خطورة التينيا سوليم. التينيا سوليم اللي هي الدودة الشريطية اللي بتجيلنا من الخنازير تمام كده، غير الدودة الشريطية اللي بتجيلنا من البقر تمام كده. التينيا سوليم بيبقى صعب التخلص منها لدرجة إن الدودة الشريطية بتاعة البقر لو أنت كلت البيض بتاعها ما فيش فيه منه مشكلة تمام كده، لكن الدودة ذات نفسها بتاعة الخنزير والبيض اللي بيطلع منها الاتنين بيعملوا لك أمراض تمام كده. ليه بقى؟ الخنزير ده كائن قذر وكائن جايف، لا بياكل اي حاجه
خلاص. حتى بتلاقي الناس اللي هم بيربوا زبالة بيربوا خنازير علشان ياكلوا الزبالة. فازاي تاكل حيوان يعني بياكل زبالة، عايش على الزبالة، لحمه طالع من الزبالة، تمام كده؟ الخنزير ده بياكل الفضلات بتاعت الحيوانات، بل بياكل فضلات الخنازير ذات نفسها. يعني لو لقى خنزير قدامه بيعمل بيبي ممكن يروح ياكل الايه البيبي اللي هو بيعمله، تمام كده؟ وهتعرفهم ده بيعمل ايه في الموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الديدان الشرطية، تمام كده؟ طيب، في نوع من انواع الديدان هناخده خلاص اللي هو التينيا سوليوم، ده بيبقى موجود عندنا في الخنازير. ركز بقى كده معايا، احنا اتفقنا ان المكان اللي بيبقى موجود فيه الدوده بنسميه الهابيتيت، واحنا بنرمز له كده بالرمز اتش، وقلت لك اللايف سايكل دايما ابداها من الهابيتيت، تمام كده؟ طيب، يبقى ده معناه الهابيتيت بتاعنا في السمول انتستين. طب تعالوا كده ما نكمل اللايف سايكل اللي هتلاقيها موجوده في كل الانواع اللي احنا هنتكلم عليها في الديدان الشرطيه. كل الديدان الشرطيه عايشه في السمول انتستين، تمام كده؟ وبتنتهي بالجرافيت سيجمنت اللي بيبقى موجود فيها البيض، يبقى ده معناه هيطلع مع الاستول الاجز. خلاص كده؟ اول حاجه بتطلع مع الاستول الاجز، يبقى ده معناه ان الاكس ديت هي بنقول عليها الدايجنوستيك ستيج. انا بفهمك بس علشان تعرف تفتكر المعلومه، حتى لو انت ما انتش مذاكر تعرف تستنتج الاجابه، تمام كده؟ طيب، يبقى اذا بيطلع مع الاستول الاكس. طيب، بيطلع مع الاستول ايه كمان؟ احيانا، ركز معايا كده، وانا بقول احيانا بيطلع السيجمنتس. خلاص، يعني بتلاقي مع الاستول موجود فيه عندي السيجمنتس، لكن في الطبيعي انا بدور على الايجز، تمام كده؟ اما الدوده الكامله اللي هو الادلت وورم، فده نادرا جدا 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 ان انت تلاقيها موجوده. يبقى لو انا ده اديته 20 صح، ده اديله 5 صح، وده اديله صح 1، تمام كده؟ يبقى رقم واحد الدايجنوستيك ستيج هو الاكس، تمام كده؟ طيب، الاكس ديت بقى بتروح فين؟ الاكس ديت لما تيجي تبص لها، هدي لكم برضو كده حته عملي، بتلاقي راديالي استرايتد. يعني لما تيجي تذاكر الجزء بتاع العملي هتلاقي البيضه بتاعت الديدان بتبقى راديالي استرايتد، بتروح تلوث الحشائش، بتروح تلوث، انا بجيب لكم اللون الاخضر، تمام؟ بتروح تلوث الحشائش. خلاص، اللي المفروض هي طالعه مع الفضلات، طالعه مع ايه؟ مع الفضلات، طالعه مع الاستول اهو، خلاص، بتاع الانسان، طالعه مع الاستول بتاع الانسان. لو انسان جايف وعمل بتبيع على منطقه موجود فيها حشائش يعني، تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ البقر خلاص كل الحشائش الملوثة بالبيض، تمام؟ او الخنزير في حالة التينيا سوليم، يعني في عندي التينيا ساجيناتا بتاعت البقر وفي عندي التينيا سوليم بتاعت الخنزير. انا دلوقتي ببص كده لقيت ان في عندي الانترميديت هوست هياكل البيض الذي يوجد في فضلات الانسان الملوثه للحشائش. خلاص، ركز معايا كده في اللي هيحصل ده. البيض هيخش، انا هتكلم دلوقتي رقم واحد مثلا على البقر اللي هو الكاوز، تمام كده؟ وفي عندي البيجز اللي هو الخنازير. ركز علشان مش عايز اكتب كل حاجه، خلاص، علشان نخلينا نخلص من الموضوع ده، تمام؟ الكاوز والبيجز، البيض ذات نفسه علشان يفقس لازم يعدي على المعدة، خلاص، لازم يعدي على المعدة، تمام؟ علشان المعدة تدوب الجدار القوي بتاع البيضة، تمام كده؟ علشان يطلع
من البيض بعد ما يفقس، البيض بعد ما بيفقس بيطلع حاجة اسمها الأونكوسفير. الأونكوسفير، وتحديدا حاجة كده بنسميها الهيكساتانس أونكوسفير، بس ده الجنين، ده اسم الجنين اللي بيطلع من البيضة. خلاص، بعد ما البيضة بتعدي على المعدة اللي بيبقى موجود فيها الـ HCL، تمام كده، اللي بيسهل عملية فأس البيضة وبيطلع الجنين منها اللي هو اسمه الإنكوسفير. الأونكوسفير ده بيبقى موجود فين أو بيطلع فين؟ بيطلع في السمول انتستين بتاعة الحيوان. خلاص؟ وبعدين الأونكوسفير ده يخترق جدار الأمعاء، يخترق جدار الأمعاء ويخش على الدم، تمام كده، ويوصل من خلال الدم للعضلات بتاعت الحيوان. الحيوان دلوقتي اللي هو الخنازير أو البقر اللي المفروض إن إحنا بناكله، تمام كده. العضلات ديت هي اللي المفروض إن أنت بتاكلها. خلاص كده، جوه العضلات بيتحول إلى ما يسمى باللارفا فورم. يبقى في العضلات لو انت جيت بصيت هتلاقي موجود فيه عندك اللارفا فورم. ادي مثلا اعتبر ان دي عضلة، خلاص، ادي العضلات بتاعت الحيوان اللي المفروض ان انت بتاكله، هتلاقي موجود فيه هنا اهو اللارفا فورم، تمام كده. اللارفا فورم دي بنسميها سيستي سيركس. سيستي سيركس ديت اليرقة التي توجد في العضلات بتاعت الحيوان اللي المفروض ان احنا بناكلها، تمام كده. بص يا سيدي، في عندك في حالة البقر بنسميها سيستي سيركس بوفيز، وفي حالة الخنازير الله يحرقهم حاجة اسمها سيستي سيركس سيليلوزا، تمام كده. طيب ليه قلت الله يحرقهم؟ هتعرفوا دلوقتي. خلاص، السيستي سيركس بوفز او السيستي سيركس سيليلوزا ديت اليرقه التي توجد داخل العضلات. طيب المفروض انا بقول لك ان الديفينيتيف هوست بتاعنا، الديفينيتيف هوست بتاعنا هو الهيومن او المان اللي هو الانسان، واحنا عارفين الديفينيتيف هوست هو الهوست الذي يحتوي على الدوده الكامله، تمام كده. الدودة الكاملة اللي بتبقى موجودة في مكان كده بنسميه الهابيتيت. طيب هيتم عملية عدوى للإنسان إزاي؟ هيتم عملية عدوى للإنسان لو أنت كلت أندر كوكد بيف، يعني لحم البقر مش مطرية كويس، تمام كده، أو أندر كوكد بورك اللي هو لحمة خنزير المحرمة دي، تمام كده؟ طيب اليرقة لو دخلت مع اللحمة اللي مش مطرية كويس، يبقى إذا هنقول إن اليرقة هي الانفكتيف ستيج. خلاص كده؟ يبقى انفكتيف ستيج عندنا هي اليرقة التي تدخل إلى داخل جسم الإنسان مع اللحمة اللي مش مطرية كويس. خلاص كده؟ طيب تعالى كده بقى اما نحط شوية أسس. أنا عندي الإنسان هو الديفينيتيف هوست الذي يحتوي على الهابيتيت. أما بالنسبة للبقر والخنازير هي الانترميديت هوست. الانترميديت هوست أو العائل الوسيط. تمام كده؟ ركز معايا كده، بيحصل في العائل الوسيط إيه؟ الأونكوسفير اللي بيطلع من العضلات اللي بيطلع من البيض بيروح يخترق الأمعاء ويروح يوصل للأنسجة اللي موجودة عندي في الكائن الوسيط في العضلات بتاعة الانترميديت هوست، تمام، ويكون اللارفا فورم، تمام كده. العضلات ديت على فكرة ما هيش اللحمة بس، لا ده بيروح لأنسجة تانية زي الكبدة، بيروح لأنسجة تانية زي المخ، بيروح لأنسجة تانية زي الرئة اللي هي الفشة، تمام كده، بيروح لحتت كتير جدا بس احنا بناكل اللحمة. خلاص كده،
فانا لو كلت لحمه ملوثه باللارفا فورم هيحصل لي عدوى. تمام كده؟ اللارفا اللي اسمها سيستي سيركس. ركز في الكلمتين، انا كده خلصت اللي هو اللايف سايكل بتاعت السستودا. تمام كده؟ سواء كانت تينيا ساجيناتا او تينيا سوليام. ركز بقى في الكلمتين اللي انا هقولهم دول. عارف البيض، البيض في حالة التينيا سوليام، البيض في حالة التينيا سوليام ما بيبقاش معدي للكاوز، او ما بي... سوري ما بيبقاش معدي للبيجز بس خلاص، لا ده ممكن يعدي الانسان. البيض نفسه بيعدي الهيومن، هيعمل فيه نفس اللي بيعمله في الخنزير. تمام كده؟ يعني الانسان هيشتغل كانترميديت هوست لو تم اكل البيض بتاع التينيا سوليام. خلاص كده؟ طيب لو انا اكلت البيض بتاع التينيا سوليام ايه اللي هيحصل؟ البيض هيفقس بعد ما يعدي على المعده بتاعت الانسان اللي كل اللحم، كل اكل ملوث بالبيض بتاع التينيا سوليام اللي هي دوده الخنازير. تمام كده؟ كل اكل ملوث بالبيض، البيض عدى على المعده بتاعت الانسان وبعد كده دخل على السمول انتستين وفقس وطلع الانكوسفير. خلاص كده؟ الانكوسفير هيقوم بقى راح يخترق جدار الامعاء بتاعت الانسان ويبدا يروح يدور، مش الانسان ده اشتغل كانترميديت هوست، يبدا الانكوسفير ده يروح للانسجه بتاعت جسم الانسان. خلاص؟ يروح على المخ، يروح على العضلات، يروح على الكبد، يروح على كذا اماكن. تمام كده؟ والمكان اللي بيوصل له بيعمل انفكشن فيه. تمام كده؟ يبقى بيعمل في الانسان نفس اللي بيعمله في الانترميديت هوست. يبقى كده الانسان في حاله التنيسوليوم خلاص مش معرض لخطر الاصابه عن طريق ان هو ياكل لحمه الخنزير الملوثه باللاربه بس، لا ده البيض او الاجز كمان في حاله التنيسوليوم هي كمان بتبقى انفكتيف ستيج وبتعمل مرض خلاص هنسميه السيستي سيركوزيز، نسبه الى ان اللاربه بتبقى موجوده في الانسجه بتاع جسم الانسان. مش اللارفا اسمها سيستي سيركس خلاص كده، وتحديدا سيستي سيركس سيلولوزا، فنسمي المرض ده سيستي سيركوزيز. سيستي سيركوزيز اعراض السيستي سيركوزيز ديت ايه؟ على حسب الاورجن اللي هيحصل له افكشن. تمام كده؟ يعني على حسب الاورجن اللي هيصاب. فهمتم دلوقتي اللي انا المفروض ان انا هقوله في كل خلاص الديدان الشريطيه؟ الانسان هو العائل الأساسي بتاعها، بيتم العدوى للإنسان عن طريق أكل اللحمة الغير مطهية جيدا، الأندر كوكد بيف أور بورك على حسب نوع الدودة. طيب اللحمة بيبقى موجود فيها الانفكتيف ستيج اللي هي اللارفا اللي اسمها السيستي سيركس بوبس في حالة الدودة الشريطية بتاعت البقر، والتينيا سوليام بيبقى اسمها السيستي سيركس سيلولوزا اللي هي الدودة الشريطية بتاعت الخنازير. تمام كده؟ يبقى اكلت اللحمة الملوثة باللارفا. طيب الإنسان هو الديفينيتيف هوست، يحتوي على الدودة الكاملة التي تتكون من 3 مناطق رئيسية، الهيد والنك والسيجمنت. تمام كده؟ الراس بتثبت نفسها في السمول انتستن، السمول انتستن اللي هي الهابيتات بتاع كل الديدان الشريطيه اللي هنتكلم عليها. خلاص كده؟ يبقى انا دلوقتي بحط لك كده شويه اسس هنمشي عليها. تمام كده؟ الهابيتات بتاع كل الديدان الشريطيه هي السمول انتستن. تمام كده؟ طيب بتثبت نفسها في السمول انتستن ازاي؟ عن طريق السكرز اللي عددهم 4 بيبقوا موجودين في راسها. في حاله التينيا سوليام بتاعت الخنازير بيبقى موجود فيه حاجه اسمها روستيلم او تاج. تمام كده؟ بيبقى شابك فيه هوكس او خطاطيف. تمام كده؟ طيب النك بيطلع منها القطع او السيجمنتس اللي على اساسها تم تسميه الدوده ديت الى دوده شريطيه، فيها 3 قطع او 3 انواع من القطع، الماتيور وماتيور وجرافيد. وجرافيد معناها حامله للبيض، وانا شرحت لك يعني ايه معنى كلمه الماتيور، يعني غير مكتمله النمو، وماتيور معناها مكتمله
النمو والجرافيت اللي هي الحمله للبيض، بيطلع مع الاستول ايه؟ الاجز غالبا، ممكن يطلع مع الاجز سيجمنتس، ونادرا ما بتلاقي مع الفضلات بتاعه الانسان طالع الادلت ورم. تمام كده؟ لو الانسان عمل عمليه ديفيكيشن او طلع الاستول بتاعه على حشائش بيتغذى عليها بقر او بيتغذى عليها خنازير، لو كل البيض ده بقر كان البيض بتاع التينيا ساجيناتا هيصاب بيها، لكن لو كلت البيض بتاع التينيا سوليوم دي قصه تانيه. تمام كده؟ مش عليك. الكاوز كل البيض بتاع التينيا ساجيناتا، دخل على المعده بتاعت الكاو اللي هو الانترميديت هوست، فقس البيض في السمول انتستين، طلع الجنين اللي اسمه الانكوسفير. الانكوسفير ركز معايا خلاص، هيبدأ ان هو يخترق الامعاء ويوصل للعضلات بتاعه البقر، العضلات اللي المفروض ان احنا بناكلها اللي هي اللحمه. فلو انا اكلت لحمه خلاص كده ما هياش مطهيه كويس، بيحصل لي عدوى عن طريق اللارفا. خلاص كده يبقى انا كده عندي الانترميديت هوست هو الحيوانات اللي هي الكاوز والبيجز، عندي الديفينيتيف هوست هو الانسان. خلصت خلاص كده تمام. حالة واحدة بس ممكن يحصل إصابة للإنسان فيها بالبيض، هي في حالة التينيا سوليام. ماشي، تعالوا كده بقى ما نشوف الكلمتين اللي موجودين عندكم، اللي أنا مش هكرر الرسمة دي فيهم تاني. تمام كده؟ بص يا سيدي، نركز كده مع بعض. التاب وورم أنا بسميها السيجمنتد وورمز. خلاص كده؟ يعني الديدان اللي هي سيجمنتد، يعني فيها سيجمنتس، يعني بتبقى طويله جدا، ممكن يوصل طولها ل 10 متر، لا ده ممكن يوصل كمان ل 15 متر. تمام كده؟ طيب بالنسبه للديدان دي بتتقسم لثلاث مناطق زي ما احنا قلنا. خلاص، في عندي اسكوليكس اللي هي الراس والنك اللي بيطلع منها بعد كده السيجمنت اللي لها ثلاث انواع، الماتيور وماتيور وجرافيد. تمام. الاسكوليكس او الهيد بتثبت نفسها في السمول انتستين، يعني بتعمل فيكسيشن لنفسها عن طريق السكرز. تمام كده. طيب بالاضافه الى ان التينيا سوليان بيبقى موجود فيها حاجه كده بنسميها الهوكس، السيجمنتس فيها ثلاث قطع، حاجه اسمها الماتيور والماتيور والجرافيد. الاماتيور ماشي، الاعضاء التناسليه او الجينيتال اورجنز بتاعتها بتبقى غير مكتمله التركيب او غير مكتمله النمو، لان الديدان دي بتبقى مخنثه. اما الماتيور خلاص بيبقى مكتمل الجهاز التناسلي في الدوده الخنثى دي. تمام كده؟ فبيبدا يلقح بعضه فيبدا يتكون عندي البيض. البيض بيطلع في الجرافيت سيجمنتس كده اللي هي عايشه في السمول انتستين. فالبيض يبدا يطلع لما الجرافيت سيجمنتس دي تفرقع، البيض يطلع مع الاستول. خلاص كده؟ فاذا البيض هو الدايجنوستيك ستيج. تمام كده؟ طيب الانسان في حاله الديدان الشرطيه هو الديفينيتيف هوست، يبقى المان هو الديفينيتيف هوست. عايشه فين جوه الانسان؟ عايشه عن في الهابيتيت، الهابيتيت بتاع اللي هو ايه؟ السمول انتستين. طيب هناخد ثلاث انواع من الديدان الشرطيه دلوقتي، اللي هما المعتادين، التينيا ساجيناتا والتينيا سوليام، والدوده الشرطيه القزمه اللي احنا بنسميها الهيمونولوبا سنانا عشان بتصيب العيال الصغيره، بتصيب العيال الصغيره في مصر. تمام كده؟ لكن الاكثر شهره هي التينيا ساجيناتا والتينيا سوليام. تمام كده؟ طيب ركز كده معايا، في حالة البيض تمام كده بتاع التينيا سوليام ممكن يصيب الإنسان، يبقى مان بيحصل له انفكشن عن طريق البيض. البيض يخش جوه المعدة بتاع الإنسان وبعد كده على السمول انتستين، وبعد كده من السمول انتستين يطلع على الأنسجة بتاعة الإنسان ويتحول إلى اللارفا فورم. تمام كده؟ طيب اللارفا فورم دي هتبقى موجوده في الانسجه بتاع جسم الانسان. ايوه، اللارفا فورم هتبقى موجوده في الانسجه بتاع جسم الانسان بعد القصه اللي انا حكيتها لك دي. يعني الانسان هيشتغل كانترميديت هوست،
الانسان هيشتغل كانترميديت هوست، وعلى حسب اللارفا موجوده فين على حسب الاصابه هيبقى شكلها عامل ازاي. فالكلمه اللي مكتوبه دي بتاعت مان از انفكتد ويز لارفا، خلاص كده لازم كان يصدق قبليها ويقول لك المان ممكن يبقى موجود فيه اللارفا، بس لازم يقول قبلها ان هو حصل له انفكشن عن طريق البيض. تمام كده؟ طيب المان اللي حصل له انفكشن عن طريق البيض وبعد كده اللارفا دخلت على الانسجه بتاعت جسم الانسان، تمام كده؟ زي في حاله السيستي سيركا السليلوزا اللي هي اللارفا فورم بتاعت حاجه كده بنسميها التينيا سوليان، تمام كده؟ اما الهيداتيك سيست ديت بقى بتاعت دوت الكلب هناخدها بعدين. الهيداتيك سيست ديت بتاعت الكلاب، خلاص كده؟ اللي برضو يعني الكلاب لا تستخدم الا للحراسه، تمام كده؟ ولازم تكون واخد بالك منها جدا لو هتتعامل معاها عن قرب علشان ما يجيلكش مرض زي الهيداتيك سيست ده، تمام كده؟ طيب ادي اللايف سايكل اللي المفروض ان انا شرحتها لكم اهو، خلاص كده؟ طيب بتبدا اللايف سايكل منين؟ بتبداوا من الهابيتيت اللي بيبقى موجود عندي في الديفينيتيف هوست، الهابيتيت بتاعنا اللي هو السمول انتستين، هيطلع مع الفضلات بتاعه الانسان البيض اللي هو بيبقى راديال استرييتد، تمام كده؟ وممكن يطلع مع البيض قطع اللي هي السيجمنتس، تمام كده؟ طيب في حاله التينيا ساجيناتا ممكن يطلع لك قطعه واحده، لكن في حاله التينيا سوليام بيطلع لك بالخمس ست قطع اللي هي الدوده بتاعت الخنزير بالخمس ست قطع مع بعض، ده لو طلعوا، تمام كده؟ اما الحاجه الاساسيه بتاعتنا هي البيض، البيض راح على الحشائش، خلاص كده؟ على الحشائش اللي موجوده، تمام كده؟ والبقر بياكل الحشائش الملوثه بفضلات الانسان، بلع البيض بتاع التينيا ساجيناتا، خلاص؟ اما الخنزير لو لقى الفضلات ذات نفسها بتاعت الانسان هياكلها، تمام كده؟ باللي فيها بيض بسيجمنت، تمام كده؟ المهم البيض هيروح يعدي في الانترميديت هوست بتاعنا اللي هو الكاوز او البيجز، هيعدي لازم يعدي لازم يعدي على المعده. المعده هيبدا يحصل فيها انها تسهل عمليه فأس البيض، فالبيض لما يوصل للسمول انتستين هيفقس ويطلع حاجه اسمها الانكوسفير. الانكوسفير دوت اللي هو الجنين اللي بيبقى موجود عندي جوه البيضه، تمام كده؟ الجنين ده الانكوسفير هيخترق جدار الامعاء ويخش في السيركيوليشن، يعني هيخش مع الدم لغايه لما يوصل للعضلات، تمام كده؟ في العضلات بيبدا يتحول الى اللارفا فورم اللي هي سيستي سيركاي، اللي هي جمع كلمه سيستي سيركس، اللي لها اسمين، سيستي سيركس بوفيس في حاله التينيا ساجيناتا، والسيستي سيركس سيليلوزا في حاله التينيا سوليام. لو الانسان كل اندر كوكد ميت، يعني كل لحمه ما هياش مطهيه كويس، اللحمه ديت بقى كانت لحمه خنازير او كانت لحمه ايه؟ كانت لحمه بقر، هيبدا يحصل له انفكشن. اللارفا فورم هتوصل للسمول انتستين وتتحول الى الدوده الكامله وهلم جره وتبدا تتعاد نفس الكره مره تانية. فانا خلصت لكم الكلام، هجمعه بس بقى بعد كده، تمام كده؟ التينيا ساجيناتا بنسميها البيف تابورم نتيجه ان هي بتبقى موجوده عندي فين؟ بتبقى موجوده عندي في البقر، تمام كده؟ التينيا سوليان بنسميها البرك تابورم لانها بتبقى موجوده عندي فين؟ في الخنازير، تمام كده؟ طيب التينيا ساجيناتا احنا بنسميها البلد تابورم، يعني الدوده الصلعه، صلعه ليه؟ علشان ما فيش فيها هوكس على الراس بتاعها ولا في تاج على الراس بتاعها. طيب الديدان دي، تمام؟ عايشه فين؟ عايشه في السمول انتستين. اسم المرض هنسميه ايه؟ من اسم الدوده، مش اسمها تينيا، يبقى المرض هيبقى اسمه تينيزز. مش هي عايشه في الانتستين يبقى هنسميه انتستاينال تينيزز. عايشه في الانتستين بتهبب ايه؟ في السمول انتستين، السمول انتستين ديت اللي مسؤوله عن الهضم والمسؤوله عن الامتصاص. فهتلاقي الدوده عامله اضطرابات في الهضم وعامله لك مغص، تمام كده؟ وبتاكل اكلك، تمام كده؟ وممكن تعمل كونستبيشن يعني امساك، وممكن تعمل ضيارية، وممكن تعمل الم في المعده وهكذا، خلاص كده؟ ففي الحاله دي هنسمي المرض انتستاينال تينيزز، سواء كان تينيا ساجيناتا او تينيا سوليان. اما بقى في حاله الاصابه بالبيض ذات نفسه، خلاص كده؟
يعني الانسان في حاله الثنيه سوليا هيشتغل كانترميديت هوست، تمام كده؟ يبقى في حاله الاصابه بالاكز بالبيض في حاله الثنيه سوليا هيحصل مرض هنسميه السيستي سيركوزز. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع الدوتين دولت في العالم كله، لكن التينيا سوليا بتبقى مشهوره في البلاد اللي بتاكل خنازير، تمام كده؟ طيب، وربنا ما بيحرمش حاجه هباء، خلاص كده؟ طيب، الادلت ورم بتاع التينيا ساجيناتا خلاص بتبقى اطول، بيبقى طولها من حوالي 5 ل 10 متر. التينيا سوليا اخطر مع انها اقصر، تمام كده؟ السكوليكس اللي هي الراس بتاعه التينيا ساجيناتا بيبقى فيها 4 سكرز بس، لكن ما فيش فيها لا هوكس ولا روستيلم، تمام كده؟ لكن التينيا سوليان بيبقى فيها روستيلم ارمد ويز هوكس، يعني بيبقى موجود فيها بالاضافه الى السكرز بيبقى موجود فيها عندي فيها خطاطيف، تمام كده؟ الاثنين عايشين فين؟ الاثنين عايشين في السمول انتستين. الديفينيتيف هوست بتاعهم الانسان. الريسيرفوار هوست، ما فيش عندي ريسيرفوار هوست في التينيا ساجيناتا ولا التينيا سوليام ولا اي نوع من انواع السيستودز، اي نوع من انواع الديدان الشريطيه، خلاص كده؟ احفظ الكلمتين دولت عليهم، عايشين في السمول انتستين ما فيش فيهم ريسيرفوار هوست، خلاص كده؟ طيب، مين اللي بيطلع مع الفيزز؟ الاجز رقم واحد، لكن ممكن يطلع مع الاجز ايه؟ خلاص كده؟ ممكن يطلع مع الاجز السيجمنت الجرافيد، تمام كده؟ خلاص؟ طيب، ممكن يطلع الدودة كاملة أحيانا، إمتى؟ نادرا. طب إمتى قوي؟ لو واحد واخد مسهل قوي، مش ملين، مسهل، يعني حاجة بيخليك تعمل مية، فممكن يعني الدودة الكاملة تفك أو تسيب فتنزل متقطعة، تمام كده؟ فتبدأ إن أنت بقى تشوف بقى عمرك ما تشوف الدودة الكاملة على بعضها، هتلاقيها متقطعة، تمام كده؟ وحته الدوده الكامله نزلت ديت معناها ان انا شفت الراس بتاعها، تمام كده؟ طيب، الاكز بتاعتها بتبقى راديالي استرييتد، راديالي استرييتد بيبقى موجود فيها جنين اسمه هيكساكانس اونكوسفير، خلاص كده؟ السيجمنت بتاعت التينيا ساجيناتا بتطلع، لو طلعت مع الاستول بتطلع مفرده، بتطلع لوحدها وبيبقى حجمها اكبر من التينيا سوليان. التينيا سوليا من السيجمنتس بتاعتها بتطلع بالخمس ست حتت كده ماسكين في بعض على هيئه تشين، وهم بيبقوا مليانين بيض. الانترميديت هوست بتاعنا بيبقى في حاله التينيا ساجيناتا البقر، لكن في حاله التينيا سوليا الخنازير. اللارفا اللي بتبقى موجوده في العضلات بتاعه الدوده الشريطيه السيستي سيركس بوفيز في حاله التينيا ساجيناتا، وفي حاله التينيا سوليا السيستي سيركس سيليلوزا، خلاص؟ معلش احفظوا شكلها كده، خلاص احفظوا شكلها كده، ماشي؟ شايف شكلها عامل ازاي؟ عامل زي حدوة الحصان اللي بتبقى ملفوفة في حاجة يعني. طيب، الإصابة بتتم ازاي؟ عن طريق ان انا اكل لحمة مش مطهية كويس. في حالة التينيا ساجيناتا اندر كوكد بيف، لكن في حالة التينيا سوليام اندر كوكد بورك، خلاص كده؟ طيب، بيبقى موجود في البيف ايه؟ بيبقى موجود فيها سيست سيركس بوفيز اللي هي اللارفا فورم. اللارفا فورم بتاعت التينيا ساجيناتا تخش على سمول انتستنت تتحول الى ادلت وورم، تمام كده؟ انتم ملاحظين ان انا عمال بعيد واعيد ويزيد في الكلام، يعني الكلام ده لما يجي يتذاكر مش هياخد منك وقت. الناس اللي عاملين لي فيها يعني لا مؤاخذه يعني ابو العريف، تمام؟ وعمالين يوتروكم ويحطكم تحت ضغط عصبي. ده انا عمال بعيد في الكلمه 20 مره، فما بالك لما تيجي تذاكرها. والله ما هتاخد منك وقت خالص، ده كل التنيا وكل الديدان الشريطية ورقة واحدة هتذاكرها فيها، خلاص؟ هتلاقي متجمع فيها الكلام ده كله، بس أنا بقول الكلام ده علشان تفهم، خلاص؟ أندر كوكد بورك اللي هي بتاعة الخنازير، تمام كده؟ اسم اللارفا سيستي سيركس سيليلوزا، لكن ممكن يحصل في حالة تنيا الخنازير إصابة بالإيدز، فالمرض هنسميه سيستي سيركوزز. وفي الحاله ديت الانسان بيشتغل كانترميديت هوست زي ما شرحت لك على الوايت بورد. طيب، البوسوجينيسيز والكلينيكال فيشرز، تمام؟ طيب، افتكر قبل ما تتكلم على دوده، افتكر هي عايشه فين؟ عايشه في السمول انتستين اللي هو مكان الامتصاص
والهضم، تمام كده؟ الديدان طويلة جدا وبتثبت نفسها كويس قوي، فده معناه هي موجودة في المكان اللي بيتهضم فيه الأكل وبيحصل له امتصاص، فمعناه إن هي هتاكل أكلك. كونسيوم الدايجستد فود اوف مان، تمام كده؟ فيبدأ يحصل لك بقى اضطرابات بقى في الجهاز الهضمي في صورة هانجر بين، بتاكل وبتحس إن أنت جعان برضه. بتاكل ما بيبانش عليك. بطنك بتوجعك. خلاص كده؟ في دايريا، في فوميتنج، والفوميتنج ده بيبقى خطير جدا في حاله التينيوس اوليان. خلاص بتتجنب ان ممكن يحصل فوميتنج في حاله التينيوس اوليان. الشاطر فيكم لو فكر هيقول لي ليه، لان في حاله التينيوس اوليان البيض موجود في السمول انتستين، الفوميتنج بيتم فيه عكس حركه الامعاء، فممكن البيض يطلع للمعده. وفاكر كان دور الاتش سي ال ايه بيساعد على فأس البيض، فلو حصل فوميتنج في حاله التينيوسيليم البيض هيطلع على المعده بتاعت الانسان ويرجع للسمول انتستين تاني فيفقس، فيطلع الانكوسفير في السمول انتستين بتاعت الانسان، فيخترق الانكوسفير السمول انتستين بتاعت الانسان ويوصل للانسجه بتاع جسم الانسان، وعلى حسب المكان اللي هيوصل له هيعمل بلوى فيه. عرفت ربنا بيحرم اكل حاجات معينه ليه؟ خلاص الأنبياء لما كانوا بينزلوا بالكتب السماوية لا كان عندهم ميكروسكوبات ولا كان عندهم أي حاجة، بس كان أنبياء الله كلهم من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. خلاص الأنبياء كانوا يقولوا للناس كلوا كذا وما تاكلوش كذا، لا كان عندهم ميكروسكوبات ولا كان عندهم أي حاجة. خلاص العلم أثبت الدين، العلم اثبت الدين مع ان الدين مش محتاج اثبات، تمام كده؟ طيب عرفتوا الفوميتنج خطير جدا خطير جدا جدا في حاله التينيوس اوليوم ليه؟ انا شرحتها لك اول مره، عايز بقى تعرف مشكلتها بقى عيد الشرح تاني، تمام كده؟ الكونستبيشن اللي هو الامساك ممكن يحصل انسداد معوي نتيجه ان الدوده طويله وكبيره، خلاص كده بقول لك ممكن يوصل طوله ل 10 متر، خلاص واقلها من 2 ل 5 متر. انت مستقل ب 2 ل 5 متر دوده جوه جسمك زي هتشوفها في العملي، تمام كده؟ طب افرض بقى في كذا دوده هتسد لك الامعاء خالص، يعني هتعمل انتستاين الاوبستراكشن نتيجه وجود ميني وورمز. طيب القطع بتاعه الدوده لو طلعت على الفتحه بتاعه الانس، يعني خرجت مع الاستول، تمام كده؟ او هجرت من المنطقه بتاعت السمول انتستين وطلعت على الفتحه بتاعت الانس، هتبدا تعمل التهابات وتهيج في المنطقه، هيؤدي الى تهيجات الريتيشن، خلاص كده بيبقى مصاحب لها هرش شديد يعني بيري رايس، تمام كده؟ الدايجنوزز مين اللي بيطلع؟ خلاص بالترتيب كده بالله عليكم عشان الترتيب ده غلط. رقم واحد اللي بيطلع اللي انا بدور عليه اصلا هو الاجز، الاجز ده اللي بيبقى موجود بنسبه كبيره، يليه ممكن الاقي قطع من الدوده اللي هو السيجمنتس، لكن نادرا ما بلاقي الدوده، نادرا ما بلاقي الدوده، خلاص كده؟ طيب بيبقى الكلام ده بيبقى موجود في الاستول. الحاجه الثانيه اللي انا كنت قلتها لكم في البارازيتيك انفكشنز، البارازيتيك انفكشنز دايما بيبقى موجود فيها ايزينوفيليا. الدواء بتاعنا اللي بنستخدمه لعلاج الديدان دي حاجه كده بنسميها البرازيكوانتيل او النايكلوزاميد، لكن اللي هتلاقيه موجود في الصيدليات هو البرازيكوانتيل، تمام كده؟ طيب في علاج التاني يا سوليان، خلاص اوعى يحصل لك فوميتنج، لكن ادي حاجه تعمل اسهال شديد، يعني ادي شربة ملح، خلاص زي شربة الملح الانجليزي. اشمعنى؟ في حالة التينيا ساجينات انت ما انتش محتاج تدي كده، خلاص، لكن في حالة التينيا سوليام لازم تدي كده بعد جرعة الدواء اللي هيقتل الدودة علشان تتقي شر البيض بتاع التينيا سوليام. خلاص
فانت بتدي حاجه تعمل اسهال علشان تنظف الامعاء من البيض علشان تمنع حدوث السيستي سيركوزيز. خلاص كده انت عارف، لو حصل لك فوميتنج والاكز طلعت على المعده ورجعت تاني للسمول انتستين هتفقس، تحصل لها هاتشنج والانكوسفيرا يعمل ايه؟ الانكوسفير كل سنه وانت طيب دخل على السيركيوليشن ووصل بقى للانسجه بتاع جسمك، فيعمل السيستي سيركوزز اللي هو اهو انا شرحته لك من قبل ما اتكلم عليه. تمام كده؟ السيستي سيركوزز اللي هو تكون اللارفا في الانسجه بتاع جسم الانسان. خلاص، اللارفا ستيج بتاعت التينيا سوليوم اللي اسمها سيستي سيركا سيلولوزا في الانسجه بتاعت جسم الانسان. بريفنشن وكنترول، انت بتبص على اللايف سايكل وبتحاول ان انت توقفها. خلاص، يعني ابدا بالديفينيتيف هوست، عالج الناس اللي هي المصابه. خلاص، بيحصل عمليه انفكشن عن طريق ان الفضلات بتاعت الانسان بتعد الحيوانات، يبقى تخلص من فضلات الانسان كويس. تمام كده؟ طيب، اكشف على الحيوانات اللي انت زارعها في مزارع، زي مثلا بقر، او في حالة البلاد اللي هي بتاكل الخنازير. تمام كده؟ طيب، في نوع من انواع عملية القتل اللي بيحصل لللارفا ستيج بتبقى عن طريق الفريزنج. خلاص، بس مش بالفريزر اللي عندكم في الثلاجة، لا، ده باستخدام حاجة تانية كده، نوع كده من أنواع اللي هو التبريد، بس بيبقى تحت درجة حرارة عالية جدا يعني. طيب، السيستي سيركوزيز أنا شرحتها والله، اللي هو الإصابة باللارفا ستيج عن طريق إن أنا بلعت أكل ملوث بالبيض، فالبيض فقس جوه جسمي، طلع اللارفا، اللارفا طلعت من السمول انتستين، دخلت على البلط، دخلت على الأنسجة بتاع جسم الإنسان، عملت لي سيستي سيركوزيز. يبقى انفيجن اوف هيومن تيشو باي سيستي سيركا سيلولوزا. السيستي سيركا سيلولوزا ديت اللي هي اللارفا ستيج بتاعت التينيا سوليوم. تمام كده؟ يبقى المود اوف انفكشن الانفيجن اوف اكز اوف تينيا سوليوم. طيب، ممكن تحصل ازاي لو انا اكلت اكل ملوث بالبيض؟ ده اللي احنا بنسميه العدوى الخارجيه، اللي هي الهيتيرو انفكشن. تمام كده؟ طيب، ركز كده معايا. او ممكن تحصل اكسترنال اوتو انفكشن. ركز ركز كده في اللي انا هقوله ده. انسان مصاب بالتينيا سوليوم، خلاص، دخل الحمام، عمل حمام وما غسلش ايده كويس، ما بين ضوافره جه البيض بتاع التينيا سوليوم وجه ياكل، حط ايده في بقه، فالبيض دخل مع الاكل اللي كله، مع انه ما كلش لحمه. خلاص كده، مع انه في الحاله في وقت الاصابه ما كلش لحمه. تمام كده؟ لكن حصل هاند تو ماوس انفكشن. ازاي؟ انا قلتها لك. خلاص، الانتستين بتاعته موجود فيها الدوده، الدوده طلعت مع الاستول البيض، ما غسلش ايده كويس بعد الحمام، فحصل اكسترنال اوتو انفكشن. فاكر لما كنت قلت لك اوعى يحصل لك فوميتنج؟ اوعى يحصل لك فوميتنج علشان ما يحصلش انترنال اوتو انفكشن. ايه الانترنال اوتو انفيكشن دي؟ اهي، اللي هي الاصابه اللي بتحصل للناس اللي بيجي لهم فوميتنج وعندهم اصابه بالتينيا سوليوم. ايه اللي هيحصل؟ خلاص، السيجمنتس والبيض هيتحرك ابورد تو ذا ستومك. تمام كده؟ بتاع بدأ يبوظ تاني. طيب، هيتحرك للاستومك. الاستومك ديت بتساعد ان هي تدوب الاوتر شيل بتاع البيضه باستخدام اللي هو الجاستريك اتش سي ال زي ما قلت لك. طيب، هي تنها هتبقى موجوده في المعده ولا هتنزل تاني على السمول انتستين؟ هتنزل تاني على السمول انتستين فتفقس، فتطلع الامبريو. الامبريو اللي هو اسمه الانكوسفير. الانكوسفير هيعدي السمول انتستين بتاعت الانسان ويخترقها. خلاص كده؟ الكلام ده ما بيحصلش غير مع التينيا سوليوم. Only with tinea solium. استحالة يحصل مع التينيا ساجيناتا. أهو، أعلمكم تاني، استحالة يحصل مع التينيا ساجيناتا، بيحصل مع التينيا سوليوم فقط. خلاص كده؟ طيب،
This is the reason why tenosynovium infection is more dangerous than tenosynovata. خلاص كده الكلينيكال بيكتشر خلاص بتاع السيستي سيركوزز. تمام، الامبريو بيغزو الانتستاين الميكوزا وبيخش على الدم لغايه لما يوصل في الانسجه ويكون في الانسجه حاجه كده بنسميها السيست. خلاص اللي هي اللارفا ستيج يعني. تمام كده، يجي حوالين اللارفا ستيج ديت يحصل حاجه كده بنسميها الجرانيولوما. خلاص الجرانيولوما بتتكون حوالين السيست. الجرانيولوما ديت بعد كده يصحبها تليف. خلاص الجرانيولوما دوت معناها حاجه كده منتفخه كده ومكوره موجوده حوالين المكان اللي موجود فيه السيست. السيست ديت اللي هي السيست سيركس سيلولوزا اللي هي اللارفا اللي اخترقت الامعاء ووصلت عن طريق الدم للانسجه بتاع جسم الانسان. تمام كده، جه جهاز المناعه حوطها فعمل حاجه اسمها جرانيولوما. بعد كده ممكن يحصل فيبروزز معناها تليف. تمام كده، السيست دي بتضغط على الاماكن اللي هي موجوده فيها. فلو كان المكان ده عباره عن اعصاب زي في البرين او الاوبتيك نيرف بتاع العينين اللي هو العصب البصري بتاع العينين، خلاص كده يبقى ده معناه انها تعمل مشاكل. خلاص، وعشان كده انا قلت لك الاعراض بتبقى على حسب المكان اللي وصلت ليه اللارفا. تمام كده، يبقى السيست ميك بريشر اراوند ذا سراوندنج تيشو. خلاص، على حسب السايت، على حسب المكان بتاع العدوى. حصل في العينين، شايف تضغط على العين، شايف الجرانيولوما اللي حصلت، وبعد كده الفيبروز اللي حصلت في العينين ضغطت على العينين فتعمل فيجوال ديستربنس. تمام كده، ها وصلت للمخ تعمل ايبيليبسي صرع. تمام كده، سبكوتينيوس تيشو تعمل انتفاخات، ما هو الجرانيولوم دي عباره عن انتفاخ فتعمل نوديولز. تمام كده، الدايجنوزز، الدايجنوز بيبقى ازاي؟ عن طريق ان انا اخد الهيستوري من المريض، انت اكلت اكله فيها خنازير ولا لا؟ متعود تاكل اكل فيه لحم خنزير ولا لا؟ تمام كده، طيب شكيت ان الاصابه ديت موجوده مثلا في مكان معين، ابدا ان انا اعمل ديتكشن للسيست دي اللي هي اللي هو اللارفا ستيج اللي اتحوصلت بقى في الانسجه بتاع جسم الانسان عن طريق اشعه ايميجينج تكنيك، يعني باستخدام اكس راي، الترا ساوند، سي تي اللي هي الاشعه المقطعيه، او امينو دايجنوزز اللي هو اكشف على الانتيجين او الانتي بودي. انت اكشف على الانتيجين باستخدام الانتي بودي او الانتي بودي باستخدام الانتيجين. التريتمنت بتاع التينيا سوليوم سيستي سيركوزز مختلف تماما عن التينيا ساجناتا. التينيا ساجناتا سهله تتعالج، التينيا سوليوم خلاص لازم ادي ادويه تقتل التينيا سوليوم، ولو حصل تكون لسيست لازم اشيل السيست سيرجيكالي، ما ينفعش معاها اي حاجه تانيه، لازم تدخل جراحي علشان اشيل السيست. والتدخل الجراحي ده لازم بيكون بعنايه ودكتور يكون شاطر جدا علشان السيست ما تفرقعش. خلاص كده، يبقى ازاي تتجنب، ازاي تتجنب السيست سيركوزيز؟ خلاص، حاول اقتل التينيا سوليوم، ما تاكلش لحمه خنزير، افويد الانفكشن بتاع التينيا سوليان اكس. خلاص يا عم، ابعد عن الشر وغني له. تمام كده، ايرلي دايجنوزز، لما تيجي تاكل اكل موجود فيه لحمه اطهيها كويس، رو فيجيتابلز اطهيه كويس. تمام كده، هتشرب ميه نقيه كويس. خلاص، فخلي عاداتك الصحيه كويسه. تمام، فضلات الانسان اتخلص منها كويس، لان في ناس بتستخدمها كفيرتلايزرز يعني كاسمده. تمام كده، جاتهم القرف. خلاص، فالسيست سيركوزي زي ما احنا شفنا ممكن توصل للمخ فنسميها نيوروسيستي سيركوزي نتيجه انها موجوده في الاعصاب بتاعه المخ. ممكن تبقى موجوده في العضلات فنسميها ماسل سيستي سيركوزي. تمام كده، هذا الادلت تاب ورم ما هي موجوده في السمول انتستين. فالسيست سيركوزيس بتبقى على حسب هي راحت فين، هي وصلت فين، عملت انفكشن فين. لكن البقر اللي ربنا حله لكل البشر
ما بيعملش كده، حتى لما بيجيلنا اصابه منه بيبقى سهل ان انت تتعالج منها. تمام كده، ادي كده بالنسبه للسيستي سيركوزز. انا طبعا انا كنت يعني في صفحتين، واحده منهم فيها البتاع دي، واحده منهم فيها الفرق ما بين الهيمونولوبس نانا والهيمونولوبس دايمينيوتا. خلاص، وفي اخر صفحتين اللي هي الدوده بتاعت الكلب اللي اسمها الهيدراتد سيست. خلاص، انا كنت مسجل ريكورد قبل كده، فمعلش انا هفصل خلاص عشان اتاكد بدل ما يحصل زي المشاكل اللي حصلت قبل كده، ان ال التسجيل ما كملش. فابعت لكم ده، وبعد كده ابعت لكم بقى اللي هو الهيمونولوبس نانا ودوت الكلب. دوت الكلب اللي هي اسمها الايكونوكوكاس جرانيلوز. الهيمونولوبس نانا دي سهله خالص، نفس الكلام اللي قلته هنا هقوله هنا. خلاص، يعني موجوده في السمول انتستين. تمام كده، بيحصل انفكشن عن طريق البيض. تمام كده، يعني نفس الكلام هو. خلاص اهو، بصوا كده، يعني لما نيجي نتكلم على الهيمونولوبس نانا عايشه في السمول انتستين والديفينيتيف هوست بتاع الانسان، مفيش ريسيرفوار هوست قلت لك. خلاص كده، الاجز بتطلع مع الاستول. تمام كده، وهكذا. خلاص، فما تقلقش، يعني الموضوع سهل في الهيمونولوبس نانا. تمام، الدايمينيوتا ديت بقى اللي هي الدوده الشرطيه بتاعت اللي هي الفيران. الهيمونولوبس نانا ديت بنقول عليها الدوارف تورم. ماشي، فهقول لكم الكلمتين دولت كده في ريكورد بسيط، عايزكم بس كده تركزوا في الريكورد ده كويس قوي. خلاص، عشان لما هتيجي تذاكروا هتذاكروا، يعني مش هياخد منك وقت خالص. عارف ازاي؟ شايف في جدول هتذاكره، ما انت فاهم بقى. خلاص، اللي اتقال عندك صفحة واحدة يعني. خلاص، هتذاكر فيها الفروقات ما بين الحاجات ديت كلها وبعضها. تمام، يعني اللي انا قلته في الريكورد ده واللي هقوله في الريكورد التاني، هي صفحة واحدة هتذاكر فيها كل حاجة. عرفت ان البرة سهلة؟ خلاص، افهم الكلام اللي المفروض ان انت هتذاكره، لكن لما هتيجي تذاكر الموضوع هيبقى عبيط. السلام عليكم.